استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، حيث هنأ سموه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وهنأ سموهما بقدوم المولود الجديد سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة، متمنيا سموه لسمو ولي العهد وأفراد أسرته الكريمة دوام الأفراح والمسرات. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التسهيلات والمبادرات التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية من أجل تعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين في مجال استقطاب وجذب الاستثمارات، كما بحث سموهما مبادرات تطوير القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة التي تعتمد على التقنية الحديثة ومواكبة الأنظمة المتطورة والمعتمدة عالميا في خدمة البيئة الاستثمارية وسرعة إنجاز المعاملات ودعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات التجارية والصناعية والسياحية وتوفير وظائف ذات مردود مجزٍ للمواطنين بالشكل الذي يكفل تحقيق الاستدامة للعملية التنموية.